انت يا شباب، بس عشان تبقوا عارفين المحاضرات الاونلاين انا بعملها ازاي. المحاضرات الاونلاين مش بمشي بسلايدز، يعني زي المحاضرات العاديه اللي هي الانجلس اللي انا بعمله، لان ده بيديني فريدم اعلى بكتير جدا. ان انا بجيب الاونلاين ريسورسز وندسكس ونبص عليها، وهيكون عندنا كومبايلر ونقعد نكتب عليه كود ونشوف النتائج عامله ازاي واحنا قاعدين كده مع بعض على طول. ماشي، فخلينا دلوقتي نكمل. احنا قلنا عندنا حاجتين، عندنا الحاجه الاولانيه السايز، وكلمنا على الرينج. كنت بساله لو انا عندي مجموعه من الايتمز زي مثلا كلاس، فانتوا في ناس اتكلموا على ستراكشر وناس اتكلموا على ري، صح؟ طيب الستراكشر احنا الكورس اسمه ايه يا شباب؟ داتا ستراكشر، صح؟ وانتوا كنتوا اخدتوا قبل كده الستراكشرز، هل الاثنين ليهم علاقه ببعض؟ يعني الحاجتين دول ليهم علاقه ببعض. الداتا ستراكشر، الداتا ستراكشر اللي هي الداتا تايب اللي انتوا اخدتوه اللي اسمه داتا ستراكشرز، هو طريقه لهيكله البيانات برضو، ان احنا بنحط الداتا المرتبطه ببعضها مع بعضها. كويس، فاكرين انتوا الداتا ستراكشرز اللي انتوا اخدتوها مع دكتوره نعمه كانت عباره عن ايه؟ خلوني افتح كده. هو انا دلوقتي اللي بعمله ايه، بس عشان تبقوا عارفين اللي انا بعمله، ان انا بنقل اللينكس اللي كانت مفتوحه على الكمبيوتر الاولاني للكمبيوتر الثاني. ماشي، اسمه ده اونلاين جي دي بي. دكتور لو سمحت كان عندي سؤال بس في الاول. اتفضل. حضرتك من شويه كنت بتقارن ما بين الامبيدد سيستمز اللي هو السي والسي بلس بلس وكده والمات لاب والبايثون وكده، فبس عايزين نعرف الاول هي الامبيدد سيستمز يعني ايه هي اصلا، يعني ايه تعريفها؟ امبيدد سيستم هو اسم كبير لحاجه بسيطه. كويس، هي كلمه كده احنا حاطينها بشكل معقد، بس هي في الاخر الامبيدد سيستم معناها ان هو كمبيوتر. الكمبيوتر ده زي اي كمبيوتر في الدنيا، ليه ميموري وليه ستورج وليه انترفيس. الحاجات دي ان جنرال بتكون بكابابيلتيز بسيطه. كويس، يعني في الاخر انت مثلا بتتكلم على، لو انت بتتكلم على كمبيوتر او بي سي او حاجه انت شغال عليها، دي حجمها كبير، كونكتد بشاشه، عاده بتبقى كونكتد باور، ما عندهاش مشكله في الباور. الامبيدد سيستمز اون ذا اذر هاند، العادي ان هي بتبقى فيها سم ليميتيشنز او بيج ليميتيشنز في الميموري، بيج ليميتيشنز في البروسيسنج باور، بيج ليميتيشنز في الباور كونسامشن. يعني انت مثلا تعالى تتكلم كده عن اتكلم عن، لو انا عايز اتكلم على امبيدد سيستم، كويس، لو انت عندك حد عنده شاب دلوقتي مثلا سخان ولا غساله فيها ال سي دي وبيعمل فيها البرنامج مثلا بتاع ال سي دي ده، ويعني بيعمل فيها برنامج مثلا بتاع الغساله علشان يقول لها تغسل مثلا غسله بنوع معين او كده، حاجه زي كده. انت بتعمل برنامج اسمه برنامج، صح؟ هي هتوش الاول وبعدين هتسبن وبعد كده هتحط المسحوق وبعد كده مش عارف هتعمل ايه، وهتدي انستراكشن للموتور ان هو يعمل حاجه معينه. فهي في الاخر ده اسمه برنامج، صح؟ البرنامج ده هو اتعمل مره واحده على بروسيسور صغير جدا بنسميه امبيدد بروسيسور، واتكتب عليه واتحط عنده، وبعدين انا بانترفيس مع البروسيسور ده عن طريق شويه بوش بوتنز، اللي هي انت مثلا سواء عن طريق ال سي دي لو انت هتدخل شويه انبوت عن طريق ال سي دي، او عن طريق شويه زراير بتختار البرنامج اللي انت عايز تعمل البرنامج ده، وهو في الاخر بيكسكيوت البرنامج ده مع الوقت. كويس، قارن اللي انا بقوله ده الاوبريشنز المحدده الواضحه الصريحه اللي ما فيهاش فاريشنز كتيره قوي بمثلا اللابتوب بتاعك، اللي انت بتعمله على اللابتوب بتاعك. اللي انت بتعمله على اللابتوب بتاعك انك بتران اوبريتنج سيستم كامل. الاوبريتنج سيستم ده في النهايه عباره عن ابلكيشن كبير جدا 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 ضخم جدا. الابلكيشن ده بيستهلك ميموري كبيره عشان يلونش اصلا، اللي هو الاوبريتنج سيستم. عاده اللابتوب بتاعك مش بيران ابلكيشن واحد، صح؟ فيرسس لو انت بتتكلم على الغساله مش بتعمل اي حاجه في حياتها غير ان هي بتران الابلكيشن واحد بس، اللي هو انا بعمل غسله بس، مش بعمل اي حاجه تانية خالص في الدنيا. مش مفيش حاجه اسمها غساله وفي نفس الوقت بتعمل جيمينج، انما انت
في اللابتوب بتاعك انت بتعمل جيمنج، بتعمل كومبيوتيشن، بتعمل كوميونيكيشن، بتعمل اللي انت عايز تعمله كله. كويس. طيب بما ان دي الامبيدد سيستم اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الغساله ده سبيشالايزد، واللابتوب بتاعي جنرال بيربز، طب انا الكلام ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في كذا حاجه. الحاجه الاولانيه، وانا بعمل بروجرامنج الامبيدد سيستم بتاعي، العادي كتير قوي مش بيبقى فيها اوبريتنج سيستم اصلا. يعني ايه اوبريتنج سيستم؟ احنا هنا يا شباب لما بنيجي نكتب، اكيد انتوا يعني على الويندوز عشان تشغل ابلكيشن بتعمل ايه؟ بتنزل اكسكيوتابل او بتنزل انستولر، الانستولر ده بتدبل كليك عليه في الاخر يطلع لك اكسكيوتابل، بتدبل كليك على الاكسكيوتابل وبس، وبتران الابلكيشن ده. تمام. الابلكيشن ده راننج واذر ابلكيشنز ار راننج فوق الاوبريتنج سيستم اللي اسمه ويندوز. كويس. طب انا بقى في الامبيدد سيستم بتاعي اللي هو بتاع الغساله، هل عندي اوبريتنج سيستم؟ العادي ان انا ما عنديش اوبريتنج سيستم. طب ده معناه ايه؟ معناها ان مفيش حد هيدبل كليك، مفيش حد هيشغل الابلكيشن ده. الابلكيشن ده صوت بيقطع برضو؟ لا دكتور، الصوت تمام واضح، الصوت كويس. طيب الابلكيشن، تمام، الابلكيشن ده محتاج اول حاجه بوت لودر، ان اول ما الجهاز بتاعي يفتح الابلكيشن يقوم لوحده. كويس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الابلكيشن ده ما ينفعش، يعني لازم يبقى ديزاين بحيث ان انا اكون عارف ان مش هيبقى فيه انترفيسز كتيره وضخمه معايا. يعني انا مش هفضل افتح لابتوب وعندي كيبورد واعرف اشتغل عليها براحتي، لا، هو ليه سم ليميتد انترفيسز. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، ان مثلا في حاجه زي الغساله مش متوقع ان انت مثلا يبقى عندك هيت سينك ولا مروحه جنب البروسيسور اللي انت حاطه علشان يرن الغساله. فانت بتختار وانت بتشتغل، بتختار بروسيسور الباور كونسامشن اصلا بتاعته ضعيفه علشان ما تحتاجش مروحه. انت شايف كل الناس اللي شغاله دلوقتي معانا، هتلاقي ان هي مثلا لو انتوا كلكم قاعدين على اللابتوب هتلاقي ان في مكان للفان موجوده، صح؟ الفان دي موجوده ليه؟ الفان دي موجوده عشان في بروسيسور شغال جوه اللابتوب بتاعنا. البروسيسور ده بيستهلك باور كبيره. الباور الكبيره اللي بيستهلكها دي لو احنا سبناها من غير مروحه، من غير ما نهوي البروسيسور ده، البروسيسور ده هيتحرق. كويس. في المقابل انا ما ينفعش يكون عندي في الغساله مثلا، ما ينفعش يكون عندي مروحه، ما ينفعش يكون عندي في السخان مروحه، ما ينفعش يكون عندي في الثلاجه مروحه زي المراوح اللي هي اللي موجوده عندنا في اللابتوب. ما ينفعش يكون عندي حتى، يعني احيانا بنبص على حد يا شباب بيستخدم حاجه زي الفيت باد، ولا اللي هي الساعات الصغيره البسيطه اللي بنجري بيها وبتريكورد الاكتيفيتي بتاعتنا وبتقول احنا جرينا قد ايه وحاجات زي كده. حاجات زي كده يتبسطها ان هي embedded systems. البروسيسور اللي بيشتغل على الساعه دي ان جنرال معلوش اوبريتنج سيستم. ان جنرال هو بيقوم وبيعمل شويه فانكشناليتيز ثابته. البطاريه بتاعت الساعه ممكن تقعد معاك اسبوع. الكلام ده مقابل لو انت بتتكلم بقى على البطاريه بتاعت اللابتوب بتاعتك، هي بتقعد قدامك 3 ساعات، صح؟ فالكونسيدريشنز بتاعت الديزاين لابلكيشن زي ده بتكون مختلفه بشكل كبير عن الكونسيدريشنز بتاعت الديزاين بتاعت ابلكيشن جنرال بيربز زي الاستخدام بتاع اللابتوب بتاعنا. تمام. فالخلاصه ايه هو الامبيدد سيستم؟ الامبيدد سيستم هو سيستم متكامل، كمبيوتر بالانترفيسز بتاعته، بالميموريز، بالانز اند اوتس بتاعته. بس العرف والعادي اللي احنا بنتكلم عليه ان هو بيكون كابابيلتيز بتاعته قليله، باور كونسومشن بتاعته صغيره، الميموري يوزج بتاعه على بيكون يعني الميموري الافيلبل في اللي احنا بنستخدمها بتكون اقل بكتير من الميموري الافيلبل في الابلكيشنز الجنرال بيربز بتاعتنا. واضحه كده ولا ايه؟ ايوه تمام كده يا دكتور. تمام. يعني بصوا يا شباب، يعني احنا مثلا هناخد داتا ستراكشرز. كويس. داتا ستراكشرز دي طريقه التفكير في الداتا ستراكشرز في الامبيدد سيستمز، يعني اللي بيعرف داتا ستراكشرز يعرف يستخدمها في امبيدد سيستمز، يعرف يستخدمها
في بيلدينج ديسك توب ابلكيشنز، لان في حاجات صحيح زي ما هنشوف دلوقتي، انا صحيح ان انا ممكن ما يكونش عندي مشكله كبيره في الميموري في الديسك توب ابلكيشن ولا في الكلاود ولا في وات ايفر، بس ممكن يكون عندي مشكله تانية في السرعه، ان انا عايز اعمل الاوبريشنز بتاعتي دي بسرعه، ان انا عايز اعمل الاوبريشن بتاعتي دي بسرعه، دي ملهاش علاقه بان انا عندي ميموري كبيره ولا ميموري صغيره، لا دي ليها علاقه بـ 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 بطريقه تنظيم الداتا اصلا عامله ازاي من الاول كويس، زي ما هنتكلم. عشان كده وانا بتكلم على الداتا ستراكشرز، كل الحاجات اللي بتكلم عليها في الداتا ستراكشرز ان شاء الله في خلال السمستر دي تنفع امبيدد سيستمز، تنفع داتابيزز، تنفع ديسكتوب ابلكيشنز، تنفع موبايل ابلكيشنز، تنفع هاردوير ديزاين، تنفع كلاود كومبيوتينج، تنفع ماشين ليرنينج، كل فيلد من الفيلدز اللي انا بتكلم اللي انا قلت لكم عليها دي كلهم بيستخدموا داتا ستراكشرز كويس. عشان كده وانا دلوقتي بتكلم معاك بتكلم على هو يعني ايه داتا ستراكشر، مهمه قوي، لان احنا بنغوص يعني في كورس بتاع داتا ستراكشرز الناس بتغوص في الديتيلز بتاعت كل داتا ستراكشر لوحدها، بس بتنسى اصلا هي بتدرس الداتا ستراكشرز ليه. ونقطه مهمه قوي، هو انا دلوقتي لو عندي بروبلم اختار الداتا ستراكشر بتاعتي ازاي واختارها بناء على ايه. انا عندي في الاخر عارفين يا جماعه، لو حد قدامه تول بوكس كده فيها مفكات وزراديات ومفتاح فرنساوي ومش عارف ايه، هو في النهايه قدامه بروبلم معين عايز يصلح كرسي، والكرسي ده المسمار عايز يتربط، فهو ماسك الكماشه وعمال يحاول يربط المسمار بالكماشه. يا عم لا، امسك المفك، هو دي التول الافضل انك تحل بيها البروبلم بتاعتك دي. فاللي احنا هنعمله في الكورس بتاعنا ده ان احنا هندرس different data structures تختلفة لتمثيل بيانات وتنظيمها كويس، علشان يبقى عندي tool books أكون عارف والله هو أنا الابليكيشن بتاعي ده محتاج مثلا إن أنا الداتا اللي تدخل الأول تخرج الأول، ولا محتاج إن الداتا تدخل الأول تخرج في الآخر، ولا لا مفيش طريقة معينة لخروج ودخول الداتا، إنما أنا ممكن أكسس أي داتا موجودة عندي في أي وقت، الاوبريشن اللي هتعمل على الداتا دي شكلها عامل ازاي، والريسورسز المتاحه قصادي عامله ازاي، وبالتالي هختار الداتا ستراكشر المناسبه بتاعتي. تمام. ف خليني ارجع هنا، انا هنا عايز ايه، بصوا كده شايفين شايفين التيبل ده يا شباب، ايه تيبل ظهر كده شايفينه؟ يا دكتور ورا. طيب التيبل ده تيبل كده تيبل معقد كويس، بس انا عايزكم تبصوا على شويه حاجات بسيطه فيه قوي كويس. الكلام اللي على الشمال ده، الليست اللي على الشمال دول مجموعه من الداتا ستراكشرز، طرق لتنظيم الداتا كويس، طرق لهيكله الداتا دول كده هم، الري، حاجه اسمها الري اللي اتعاملتوا معاها قبل كده، ستاك، كيو، حاجه اسمها لينكد ليست سنجلي او دبلي، حاجه اسمها سكيب ليست، حاجه اسمها هاش تيبل. هاش تيبل دي من الحاجات اللي ظريفه جدا لحد هتعجبوا بيها قوي، باينري سيرش تريز، كارتيزيان تريز، بي تريز، مجموعه كده من دي ستراكشرز. احنا مش هنمشي عليهم كلهم، بس الاكيد ان احنا هنمشي على الستاكس والكيوز والسنجلي ودبلي لينكد ليستس والهاش تيبلز والباينري سيرش تريز والبي تريز، دول اكيد هنمشي عليهم. لو في وقت تاني هنمشي على حاجه تانية. الاهم من اسامي داتا ستراكشرز الكولوم او الرول اللي موجود فوق ده، ده داتا ستراكشر. انا ببص على ايه في الداتا ستراكشر دول؟ ببص على التايم كومبلكسيتي لأوبريشن معينة، والسبيس كومبلكسيتي للداتا ستراكشر دي كويس. يعني انا دلوقتي عندي حاجتين ببص عليهم وانا بشتغل على الداتا ستراكشر، او انا بختار الداتا ستراكشر، او انا بقارن ما بين الديفرنت داتا ستراكشرز كويس. خلينا نتكلم مثلا عن حاجه زي الاري. هو لما اتكلم عن وهو بيتكلم اتكلم على في التايم كومبلكسيتي، اتكلم على حاجتين، اتكلم على الافريج واتكلم على الورست كيس. يعني انت لما تيجي تعمل certain operation على الداتا دي في متوسط معين للتايم اللي ممكن تاخده، وفي worst case scenario للتايم ده، وبعدين في space هيتاخد وانت بتستور الداتا بتاعتك كويس. ف
طيب انتوا شباب اخدتوا في الترم الاولاني مع دكتوره نعمه السيرش والسورت، صح ولا غلط؟ اه تمام جدا. اخدتوها. ممكن تقولوا لي مثلا خلينا نفكر عنها نتكلم على عشان ما خدناهوش بتعمق قوي. ما اخدتوش الباينري سيرش وال وسيكوينشال سيرش والانواع المختلفه بتاعت السيرش والمقارنات اللي ما بينهم وكده. انا بس بالسلكشن سورتنج والبابل سورتنج واللينير سيرش العادي. والله كان حتى سيكشن ما كانش في المحاضره. اوكي اوكي اوكي. طيب خلينا نقول ماشي، يبقى احنا كمان هنكفر بقى شويه من الحاجات دي لان دي حاجات في منتهى الاهميه عندنا. كويس. اللي انتوا بتتكلموا عليه ده فكره مثلا ان انا اتكلم على سيرش، هل السيرش دي يا شباب حاجه متوقع ان احنا نعملها كتير في الابلكيشنز ولا لا؟ يعني ولا حاجه كده رفاهيه؟ حاجه متوقعه جدا ان انا يكون عندي مجموعه من الطلبه مثلا وعايز ادور على طالب معين، الطالب اللي بسكشن كذا بنش نمبر كذا، عايز ادور على الطالب ده باسمه، عايز ادور على الطالب ده مثلا بالايميل بتاعه. كويس. خد يعني السيرش دي مساله دايما موجوده في كل الابلكيشنز. يعني طبعا الناس اللي بتشتغل داتابيزز عايشه على السيرش، هو في الاخر هو بيحط بيرمي الداتا في الداتابيز وبعدين دايما بيحاول يكويري علشان يعرف يطلع الداتا بتاعته. فاوبريشن الاوبريشنز اللي احنا بنعملها على داتا ستراكشرز بنسميها الجوريزمز. كويس. يعني انا خلوني افتح كده وورد فايل هنا. كويس. يعني احنا بنتكلم دايما الكورسات لو انتوا دورتوا على اي كورس هتلاقي حاجه الكورس دايما اسمه ليه ستراكشرز اند الجوريزمز. تمام. خليني اسيف الفايل ده على طول. سيف نحطه دلوقتي في كورس على Advanced AI. ماشي. يلا شوف كده في كورس على Advanced AI قريبا ان شاء الله. Lecture 1. تمام. هما ليه بندرس دايما الداتا ستراكشرز مع الالجوريزمز؟ اصل يقول لك ايه مثلا، انت الالجوريزمز اللي انتوا اخذتوها يعني بعضها السيرش والسورت مثلا دول خلينا نتكلم على تو الالجوريزمز اللي انتوا اخذتوها. خلاص. في بعض الطرق لتنظيم الداتا تسهل لك السيرش، وفي بعض الطرق لتنظيم الداتا تسهل لك السورت، وفي بعض الطرق لتنظيم الداتا تسهل لك الاكسس، انك عايز اليمنت بعينه. كويس. ف الاثنين دول بيدرسوا مع بعض. طب هل انا دايما هل في طول الوقت محتاج ان انا اعمل سيرش؟ لا، مش في طول الوقت محتاج اعمل سيرش. لو انا عندي داتا مش محتاج دايما اعمل سيرش طول الوقت فيها. يعني خليني اديك مثال مثلا لحاجه مش بنعمل فيها سيرش. انتوا سمعتوا عن حاجه اسمها يا شباب بافرز؟ سمعتوا عن حاجه اسمها بافرز؟ دي بتعدي السيجنال زي ما هي تقريبا يعني. اوكي. ده ان هارد. ماشي. ان هاردوير سنس ده صحيح. كويس. حاجه بتخزن بس البافر وايه وتطلعها تاني على طول، صح؟ البافرز بنسميها بعض الاحيان فايفوز، اللي هي ايه؟ فيرست ان فيرست اوت. دي داتا ستراكشر. هنعمل الاوبريشن دي بداتا ستراكشر بعد شويه، هنسميها كيو. كويس. داتا ستراكشر ظريفه قوي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله انت تعالوا يا شباب اقول لكم على حاجه. انتوا جربتوا تستخدموا هو البلاك بورد، او جربتوا اكيد تستخدموا زوم، او جربتوا تستخدموا اي فويس اوفر اي بي ابلكيشن. تمام. تعالوا نتكلم عن زوم. اكيد معظمكم استخدم زوم في حياته يعني الايام دي يعني. كويس. لما بيحصل دروبينج للكونكشن شويه فيو سكندز مثلا، كويس، هتلاقي ايه اللي بيحصل بعد ما زوم بيرجع مره تانية بعد ما الكونكشن بيحصل لها ريستورينج؟ اللي بيحصل ان بيروح جاي لك الصوت اللي فقد من شويه، اللي فقد من شويه يروح جاي لك بترتيبه المظبوط بس سريع. كويس. يجي لك بترتيبه المظبوط بس سريع، بحيث ان انت تسمع الصوت مرتب
هي دي الكلمة المهمة اللي أنا عايز أقولها كويس. In the same order اللي هو اتقال بيها تمام. طيب ده حصل إزاي؟ الكلام ده حصل إن لما زوم كونكشن عندك عند كلاينت وقعت، زوم سيرفرز راح تعمل حاجة ظريفة قوي. الراجل اللي عنده كونكشن كويسة هناك on the other side هو بيتكلم، الصوت بتاعه وصل لحد السيرفرز بتاعت زوم كويس. راح زوم عاملة ايه؟ راح مخزنة الصوت بتاعه، لان هي مش عارفة توصل الصوت ليك انت، انت الكونكشن عندك دلوقتي وحشة كويس. راح مخزنة الصوت بتاعه in a first come first out او first in first out او انك يعني هي مخزنة في كيو كويس. كيو دي معناها ايه؟ انه والله جالي الفريم دلوقتي، جاي لي الفريم بتاع الصوت ومعرفتش اطلعه، فانا هخزنه عندي، وبعدين جاي لي الفريم التاني، بعد كده جاي لي الفريم التالت، هرتبهم مع بعض في طابور كده في كيو كويس. بحيث ايه اللي يحصل؟ اول ما الداتا تبقى ريستورد، اول ما الداتا تبقى ريستورد اروح باعت دول كلهم، الداتا دي تتبعت مره تانيه، بس هتتبعت يا شباب in the same order اللي جات لي بيه كويس. يبقى انا هنا استخدمت داتا ستراكشر، طريقه لتخزين الفريمز اسمها كيو. واضحه دي يا شباب؟ هو دكتور معلش اعذرني لو احنا طلعنا بره الموضوع شويه، بس هل ده مختلف عن موضوع التي سي بي واليو دي بي؟ مختلف. مختلف طبعا مختلف. يعني هقول لك حاجه، التي سي بي ده معناها نتوركينج بروتوكول. معناها ايه؟ انا عندي داتا، ازاي اضمن ان الداتا دي توصل لك الناحيه الثانيه بشكل مظبوط كويس. فدي حاجه نتوركينج بروتوكول، مش طريقه لتمثيل الداتا كويس، او مش طريقه لسيفنج الداتا. اليو دي بي نفس الكلام، اليو دي بي هو بيرمي الداتا في النتورك واحده ورا الثانيه على طول، من غير ما يستني هاند شيكينج ولا حد يرد عليه ولا اي حاجه خالص. هو بيرمي الداتا في النتورك والمفروض الطرف الثاني يستلمها، استلمها ما استلمهاش كويس. انما اللي بتكلم عليه ده، اللي بتكلم عليه هنا دي طريقه لتخزين الداتا كويس. الداتا جات لي انا مش عارف اطلعها، مش عارف اطلع الداتا، فهعمل ايه؟ هخزنها، بس هخزنها بطريقه منظمه بحيث اكون عارف ايه اللي جه الاول وايه اللي جه بعديه وايه اللي جه بعديه وايه اللي جه بعديه، عشان ارمي الكلام ده بعد كده بالترتيب كويس. واضحه دي ولا ايه؟ تمام دكتور، شكرا. طيب حاجه ثانيه برضو باستخدام الكيوز. الكيوز دي مستخدمه، والبفرز يعني بنسميها بفرز، بنسميها كيوز، بنسميها فايفوز، دي كلها اسامي لنفس الحاجه كويس. دي مستخدمه في مثلا السيريال كوميونيكيشن كويس. انت دلوقتي عندك سيريال بورت او وات ايفر كوميونيكيشن لينك موجوده عندك بسيرتن داتا ريت، هي اقصى حاجه ممكن تبعتها. انا بقول اي ارقام كويس، 1 كيلو بيتس بير سكند كويس. ده هو ده الكوميونيكيشن لينك، بنسميها احيانا كاباسيتي سبيد، انا هسميها هنا ماكسيمم سبيد كويس. هي ما تقدرش تشيل اكتر من كده تمام كده. طيب بس انت دي طبيعه اللينك اللي عندك، انت جات لك فجاه بنسميها بيرست اوف داتا كويس. البيرست اوف داتا دي جايه لك عباره عن ايه؟ عباره ان انت عندك فايل كبير السايز بتاعه 1 ميجا بايتس، الفايل ده عايز يبقى ترانسميتد على اللينك اللي قصادي دي كويس. اللينك دي بتشيل 1 كيلو بيتس في ثانيه، او خليها معلش خلينا عشان سهل الحسبه، ده الفايل سايز بتاعي 10 كيلو بيتس كويس، ده الفايل بتاعي. طيب الفايل دلوقتي موجود عندي ان اوردر، بت 1 بت 0 بت 1 بت 2 بت 3 بت 4 لحد البت رقم 10K كويس كده. الفايل ده المفروض يوصل الناحيه الثانيه ان اوردر هو كمان تمام، علشان لما يوصل الناحيه الثانيه اعرف ارتبه ويظهر لي مره ثانيه واعمل له ريستوريشن، لان في الاخر اي فايل عباره عن مجموعه بايتس مرتبه ورا بعضها كويس. ففكره الترتيب دي فكره مهمه قوي. انا عايز ابعت الفايل دي على اللينك دي كويس، انا اللينك الكاباسيتي بتاعتها هي 1 كيلو بيتس بير سكند بس، مفيش اي حاجه تانية. يعني لازم هاخد لي 10 سكندز صح، في الاخر انا عندي الفايل بتاعي 10 كيلو بيتس
واللينك الكاباسيتي بتاعتها 10 كيلو بتس بير سكند، ما تعرفش ان هي تبعت غير اسف 1 كيلو بتس بير سكند، ما تعرفش انها تبعت غير 1 كيلو بتس بير سكند، وبالتالي فانا محتاج 10 سكندز عشان ابعت الفايل بتاعي ده، صح؟ فهعمل ايه؟ باخد الفايل بتاعي ده وبحطه في فايفو. كويس، يعني ايه فايفو؟ يعني بيكون عندي الشكل بيكون عامل كده دايما. كويس، الشكل بيكون عامل كده، بيبقى عندي ده كويس، ده الفايفو. الفايفو ده بيروح ده هاردوير، خلي بالكوا ده هاردوير، يعني هاردوير بيس. تمام، الفايفو ده بيتاخد متوصل باللينك اللي موجودة عندي دي. تمام، يعني هو دي اللينك اللي موجودة عندي دي، بنسميها كوميونيكيشن لينك. كويس، الكوميونيكيشن لينك دي القدرة بتاعتها ان هي تبعت بس 1 كيلو بس بير سكند. كويس، فانا بعمل ايه؟ الاوبريتنج سيستم يروح رامي في الفايفو، يرمي في الفايفو الفايل بتاعي ده كله اللي هو السايز بتاعه 10 كيلو بتس. يرميها ازاي؟ يرميها ان اوردر، يخلي اول بت موجوده هنا واخر بت موجوده هنا. كويس، وبعدين ايه اللي يحصل؟ تبدا اللينك دي تشتغل، تبعت شويه شويه، وهي بتبعت هتبعت مين الاول يا شباب؟ هتبعت الحاجه اللي موجوده هنا الاول. كويس، وبعدين حاجه اللي وراها، وبعدين حاجه اللي وراها، وبعدين حاجه اللي وراها، وكل ما في حاجه تتبعت الحاجه اللي وراها هي اللي تيجي في الهيد اللي في الاول هنا، تبقى هي اللي ready to be transmitted. كويس، طيب انا بشرح لكم ده دلوقتي لان الداتا ستراكشر اللي اسمها فايفو دي، الداتا ستراكشر اسمها فايفو، انا مش مضطر ان اعمل فيها سيرش، انا مش مضطر ان اعمل فيها سورت، انا هنا مش محتاج الاوبريشنز اللي انا محتاجها في ابلكيشن، زي ان انا حاطط اسامي الطلبه وبدور على اسم طالب معين هناك. الداتا ستراكشر اللي هنا نفعاني ومفيده وكفايه علشان الابلكيشن بتاعي، عشان الاوبريشنز اللي هعملها على الداتا دي. واضحه يا شباب؟ الو، هو واضح ان انا في مشكله؟ لا لا مفيش مشكله يا دكتور، واضح الصوت واضح. طب هو الكلام لا، طب انتوا يعني انتوا يعني فاهمين اللي بقوله ولا مش فاهمين؟ فاهمين. فما فهمت ليه مش عايزين نعمل صورت وسيرش في الفايفو؟ لان 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 الفايفو باي ديفينيشن هو مش بيعمل اي حاجه في حياته غير ان الحاجه اللي بتجيله فيرست ان بتبقى فيرست اوت. كويس، ده باي ديفينيشن الحاجه اللي هو محتاج يعملها بس. كويس، عارف زي بالظبط كده لما يكون عندك قلم رصاص، هو القلم الرصاص بيعمل ايه في حياته؟ بيكتب، مش بيعمل اي حاجه تانية خالص، صح؟ هل محتاج بقى ان انت تعمل له تحط فيه كمان مثلا مشت؟ ما ينفعش، يعني في الاخر مش هتحط له سنون عشان تسرح بيه شعرك، هو انت بتعمل بيه حاجه واحده بس اللي هو قلم رصاص بتكتب بيه بس، صح؟ فانت الديتا اللي بتجيلك في الفايفو مش بيتعمل بيها اي حاجه غير ان الحاجه اللي بتخش بتخرج ان اوردر. تمام، مش مضطر ان انا اعمل فيها حاجه تانية، مش محتاج، ما فيش احتياج لكده. الابلكيشنز الابلكيشنز ما يعني ما فيش احتياج انك تعمل بقيه الحاجات اللي هي زي السيرش والسورت والانسرت والحاجات دي كلها. يعني انا زي ما بقول لك يا شباب وانا بكلمكم على الفايفو دلوقتي، انا بقول لكم ان الحاجه اللي بتيجي في الاول بتخرج في الاول، صح؟ يعني افرض في 10 ايتمز، جالي ايتم رقم 1، بعد كده ايتم رقم 2، ايتم رقم 3. خليني اجرب كده عشان تشوفوا. طيب شباب، انتوا شايفيني دلوقتي ولا انا كنت بحاول اشغل الكاميرا؟ شير فيديو. اوكي انتوا شايفيني دلوقتي؟ تمام. نور يا دكتور. طيب ماشي. طيب انتوا احنا زي ما قلنا يا شباب، احنا عندنا دلوقتي الفايفو، قلنا ايه؟ انا بيجي لي فيه
ايتم رقم 1 وبعد كده يجي ايتم رقم 2 وبعد كده ايتم رقم 3 ايتم رقم 4 ايتم رقم 5 واقفين في طابور ورا بعض كويس. هل الديفينيشن بتاعي اللي انا بقوله ده هل في انسرت ينفع ان انا احط حاجه في النص؟ انا بقول باي ديفينيشن ما ينفعش الداتا دي ما ينفعش انا احط فيها حاجه في النص. الحاجه اللي بتجيلي بتقف في الطابور ما ينفعش حد يخش في النص كويس. وبالتالي فانا برتب الداتا بتاعتي في الاول وانا بحطها في سيرتن ستراكشر مش هفكر في ازاي ان انا هعمل انسرت بعد كده. معايا يا شباب؟ معاك يا دكتور معايا. طيب فنرجع تاني للجزء ده. هو بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك والله اهي دي مجموعه داتا ستراكشرز موجودين عندي كويس. انا بقارن بينهم في حاجتين، بقارن بينهم في التايم كومبلكسيتي. التايم كومبلكسيتي بصوا ان انا اعمل سيرتن اوبريشن، يعني انا ممكن اعمل حاجه اسمها اكسس ان انا اشوف قيمه فاليو معينه، ان انا اسيرش عن ايتم معين اشوف اذا كان موجود ولا مش موجود، ان انا انسرت فاليو في النص، ان انا اعمل ديليشن. دي كلها اوبريشنز بتتعمل على الداتا ستراكشر بتاعتي كويس. كل واحده من دول، كل اوبريشن من دول هتاخد شويه تايم كويس. التايم اللي انا محتاجه ليه افريج كويس وليه ورست كيس سيناريو، يعني ممكن اون افريج يبقى كويس بس احيانا ممكن يكون وحش قوي. تمام؟ يبقى انا بقارن with respect to time وبقارن with respect to space. يعني ايه بقارن with respect to space؟ هو دي structure دي بتاخد space في الميموري قد ايه كويس. دي نقطه مهمه زي ما قلنا يا شباب، وخصوصا في الامبيدد سيستمز، لان انا عندي مشاكل دايما في السبيس في الامبيدد سيستم. تعالوا بقى نبص على حاجه. تعال نتكلم مثلا على التايم كومبلكسيتي. لو انا بتكلم على الري كويس، لو انا بتكلم على الري، احنا اخذنا الري قبل كده كويس. الري عباره عن ايه؟ الري عباره عن في الاخر مجموعه من الايتمز، يكون عندي ايتم كده او خلينا اقول الميموري بتكون مفتوح لي فيها شوية بايتس ورا بعض كويس. بحط الاليمنتس بتوعي ورا بعضها في الاري دي. طب لو انا عايز الاليمنت رقم 10 بعمل ايه؟ بروح قايل والله لا، شوف لي البوينتر اللي بيشاور على اول اليمنت، اجمع عليه 10 multiplied by data type size طبعا، وروح اجيب لي الاليمنت اللي هناك، هو ده الاليمنت رقم 10 في الاري بتاعتي. صح يا شباب؟ انتوا في الاريز انتوا فاهمين ان الاري موجوده في الميموري بشكل مترتب، صح ولا غلط؟ مظبوط، من اول زيرو بالظبط كده، من اول اليمنت موجود عندك. عايز تاني اليمنت، عايز الادرس بتاع تاني اليمنت، تروح مضيف عليه واحد. عايز واحد في الداتا تايب، يعني واحد بالنسبه للداتا تايب بتاعك، وهكذا وهكذا كويس. وبالتالي فالاكسس هنا عشان تعمل اكسس كويس، عشان تعمل اكسس فانت محتاج هي نطه واحده بس. عشان كده بيقول لك اوردر اوف 1، كلمه الاو دي هنشرحها بعدين، بس كل حاجه جوه دي يعني لما يكون معناها 1 ان انت دايما محتاج اوبريشن واحده بس علشان تعمل الحركه دي كويس. طيب لو انت عايز ان انت، خليني اقول بقى ايه، عايز ان انت في المقابل حاجه زي الكيو كويس، عايز انك تاكسس اليمنت جوه الكيو. هل في الكيو يا شباب اللي احنا اتكلمنا عليه ده، الحاجات اللي يعني الكيو ده اللي هو الفيرست ان فيرست اوت ده، هل انت تقدر تقول او ليك اكسس على الاليمنتس اللي جوه؟ مالكش اكسس على الاليمنتس اللي جوه. الكيو ده مش بيعمل اي حاجه في حياته غير ان الداتا بتخش مترتبه وبتخرج بنفس الترتيب اللي هي دخلت بيه كويس. وبالتالي فعلشان انك تاكسس سيرتن اليمنت موجود في الكيو جوه، محتاج تطلع شويه اليمنت من الكيو عشان تشوف الفاليو اللي موجوده جوه. واضحه يا جماعه؟ تمام يا دكتور. وبالتالي فالاكسس للاليمنتس في الكيو، طريقه الداتا ستراكشر تخزينها اللي متخزنه بيها، الاكسس ليها اصعب. فهو اوف ان اوردر اوف ان بنسميها، يعني كل ما الكيو السايز بتاعه ده يزيد، كل ما الكيو سايز بتاعه ده يزيد، كل ما ايه يا شباب، كل ما الاكسس للاليمنتس بتوعك انت مش عارف انهي واحد هتاكسسه، فالاكسس للاليمنتس هياخد وقت اطول. تمام؟ طيب بس في المقابل عشان تعمل انسرت في الكيو ده،
عشان تعمل انسرت في كيو. الكيو انت عشان تعمل فيه certain insert، احنا زي ما قلنا مفيش غير مكان واحد بس هو اللي بتنفع انك تعمل insert للكيو فيه، صح ولا غلط؟ اللي هو احنا قلنا الكيو بيجي، الكيو يا شباب بيجي في الاول، بيجي الالمنت وبعد كده الالمنت اللي وراه، بعد كده الالمنت اللي وراه والالمنت اللي وراه، يعني مفيش غير مكان واحد الداتا بتدخل منه بس. فوانا بقى انسرت دايما الداتا موجوده في الاخر، بس الداتا الجديده اللي بعملها انسرشن دايما موجوده في الاخر، وبالتالي فمهما كبر حجم كيو، مهما الكيو كبر لما تيجي تنسرت الداتا، مهما كيو كان كبير فانت دايما هتنسرت في الاخر، فانت دايما هتنسرت بسرعه في الكيو بتاعك. كويس. طيب في المقابل بقى في الاراي، لا الاراي الداتا عندك موجوده مثلا ال100 element بتوع الاراي، انت قررت ان انت عايز تحط الداتا بتاعتك عند الاليمنت مثلا رقم 50، عايز تنسرت الاليمنت الداتا بتاعتك في الاليمنت رقم 50، فانت هتروح هتعمل ايه بقى؟ هتروح رايح عند الاليمنت رقم 50، انت خلي بالك عايز تنسرت الاليمنت من غير ما تديليت بقيه الحاجات، فهتروح واخد الداتا اللي بعد اللي من اول 50 لحد الاخر تشفتها لتحت واحد، وتروح حاطط الاليمنت بتاعك في المكان اللي هو اسمه 50 ده، صح؟ معنى كده ان كل ما الاري سايز بتاعك بيكبر كل ما هتضطر انك تنقل اليمنتس اكتر من مكانهم لمكان تحتيهم. معايا يا جماعه؟ طبعا مش احنا بندخل على المكان ده بنغير اللي فيه نحط فيه قيمه جديده، ولا بننقل اللي فيه لتحت ونحط ده كده مش انسرت، ده كده مش انسرت، خلي بالك ده كده بتشينج فاليو. معنى كلمه انك تانسرت ان انت الفاليوز موجوده عندك، بس انت كان في انت عايز تحط اليمنت عند عند 50، كويس، عند الفاليو اللي هي اسمها 50، تمام، عند الاليمنت 50 عندك قيمه معينه جديده جات لك وعايز تحطها في a of 50، كويس. طيب بس a of 50 كان فيها حاجه، انت عايز تحافظ على الحاجه دي، عايز تحافظ عند ال 50 و 60 و 51 و 52 و 53، عايز تحافظ على دول كلهم، بس عايز عارف ايه زي كده ايه تزق من اول 50 لحد الاخر، تروح منزلهم لتحت وتحط 50 كده في النص الفاليو الجديده اللي جات لك، ده اسمه انسرشن. معايا؟ طب يا كده الدكتور، دكتور القيمه اللي موجوده في رقم 100 مش ديت كده المفروض هتضيع ولا ايه بالظبط؟ هتتحرك، صح، هتتحرك لتحت، بس ده معنى كلمه انسرت. انت عارف كلمه انسرت غير ريبليس، كويس، انسرت معناها حافظ على كل الفاليوز اللي كانت موجوده عندك وضيف لي قيمه جديده في مكان معين، كويس، ماشي تمام. بس انا قصدي كده، قصدي ان هي اخر قيمه موجوده في الاري، لا مثلا الاري لو 100 زي ما حضرتك قلت، فالقيمه اللي كانت موجوده في 100 دي المفروض لما تشفت هتروح فين؟ خلينا كده نحط assumption ان هي dynamic array، كويس، يعني ايه dynamic array؟ يعني السايز بتاعها ممكن يجرو، كويس، تمام جدا، ماشي، يمكن طبعا. يمكن انتم وده هندرسه، هندرس ازاي ممكن نعمل دايناميك اريز دي مع يعني مع الوقت بتاعنا، ماشي. فالنقطه اللي هنا عايز اقولها ايه يا شباب، ان لو انا هقارن الاري بالكيو هلاقي ان الاري كان احسن في حاجه في الاكسسنج، بس ده مش متاح بالنسبه للكيو، الكيو وحش الاكسسنج فيه، انما في المقابل الانسرشن في الكيو احسن من الانسرشن بالنسبه لمين يا شباب؟ بالنسبه للاري بتاعتي. معايا؟ تمام يا دكتور. طيب الهدف من التيبل اللي قصادي دي ايه؟ ان انا اعرف هو الداتا ستراكشرز المختلفه انا بقارن بينهم ازاي؟ فكره المقارنه دي في منتهى الاهميه. انا بقارن بينهم في حاجتين، بقارن بينهم في السبيس اللي هما بياخدوه، او انا بفكر في ازاي هرتب الداتا بتاعتي. بفكر في حاجتين دايما، بفكر في السبيس اللي الداتا ستراكشر دي بتاخده، ده من ناحيه، وبفكر في التايم اللي الاوبريشن الداتا ستراكشر دي المفروض هيتعمل عليها هتاخده. لو انا هعمل سيرش، لو انا هعمل اكسس، لو انا هعمل سورت، لو انا هعمل ديليشن، لو انا هعمل وات ايفر، هي الاوبريشنز المسموحه
وازاي الداتا ستراكشر بتاعتي دي هتفيدني فيها. تمام، انا عايزك بس تبصوا على حاجه معينه، لان انا يعني انا هنمشي في الكورس بتاع بشكل مختلف عن كل سنه. احنا هنمشي الاول باللينكد ليست، وبعد كده هنخش على الهاش تيبلز، وبعد كده هنخش على الباينري سيرش تريز. ليه بقى؟ بصوا كده، انا عايزكم تبصوا على الهاش تيبلز والجمال بتاع الهاش تيبلز. كويس، بصوا الهاش تيبلز ايه اللي مكتوب فيها هنا، هقول لكم ليه. وقت نيجي نتكلم على الهاش تيبلز عشان نبقى يعني اصلا نفهم يعني ايه هاش تيبلز. السيرش اوف اوردر اوف كام؟ اوف 1. الانسرشن اوف اوردر اوف 1. الديليشن اوف اوردر اوف 1. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ يعني حاجه روعه جدا. فالناس فكرت في طريقه لترتيب الداتا، طريقه ذكيه جدا لترتيب الداتا، ان هي تخلي الاوبريشنز اللي كانت عندنا في تنظيم الداتا الطبيعي اللي هو كنا احنا واخدينه قبل كده اسمه اراي، ان انا اعمل هناك سيرش ولا اعمل انسرش ولا اعمل ديليشن، هناك كانت العمليات بتاخد شويه وقت. هنا في وان شوت على طول اجيبها مره واحده. كويس، يعني انا عايز ان انا اديليت اليمنت، ديليت الاليمنت في سنجل اوبريشن. لو انا عايز ان انا انسرت اليمنت، هانسرت الاليمنت في سنجل اوبريشن. كويس، فالتيبل دي امبرسيف عشان كده. كويس، داتا ستراكشر ثانيه غير الهاش تيبلز. يعني الهاش تيبلز هنشوف ان هي لازم احط عليها الاول سيرتن كونسترينت، بس مثلا حاجه زي بصوا كده الباينري سيرش تريز. كويس، الباينري سيرش تريز، ايه الباينري سيرش تريز دي؟ طريقه برضو لتنظيم الداتا، بنظم الداتا على شكل تري، شجره. كويس، الاوردر هتلاقوا هنا حاجه اسمها او اوف لوج ان. كويس، لو احنا شباب جينا نرسم الكيرف بتاع اللوج ان ونرسم الكيرف بتاع الان، يعني هتلاقوا الان دي هنا هي بتجرو بشكل لينير، اللوجاريتمك مش بتجرو بشكل لينير، اللوجاريتمك بتجرو بشكل لوجاريتمك. صح، اللوج جروث ابطا من لينير جروث، وبالتالي فهتلاقي الاوبريشنز اللي بعملها لو الداتا كانت مترتبه بالشكل ده كباينري سيرش تري اسرع من لو كانت مترتبه ككيو مثلا او كستاك او كري. فاهمين يا شباب؟ عشان هي ان جنرال هي اوف اوردر لوج ان مش اوف اوردر ان. واخدين بالكم الحته دي؟ دكتور حضرتك قلت ان اللوجاريتم جروث بيبقى اقل من اللينير جروث، فتبقى اسرع ولا ابطا ولا يعني ايه رايكم انتوا؟ انتوا عارفين سؤال، الاكسبوننشال جروث اسرع ولا ابطا من لينير جروث؟ ابطا اسرع. الاكسبوننشال لما اقول حاجه بتجرو اكسبوننشالي، لو انا بقول حاجه بتجرو اكسبوننشالي دايما الاكسبوننشال دي معناها ان هي اسرع، اللينير هي اللي في النص، لوغاريتميك هي الابطا. ماشي، يعني لو جيت ترسم، لو جيت تبص على كيرف بتاع لوج ان مثلا، لوج كيرف، لو جيت تبص على الـ على الـ على الكيرف بتاع اللوج ده، الكيرف بتاع اللوج اهو، صح، الكيرف عامل ازاي؟ بيجرو بالشكل ده. صح، الكيرف اللينير بيبقى عامل ازاي؟ بيطلع كده، صح ولا غلط؟ تمام، اهو دي رسمه ظريفه يعني. ده كده كيرف لينير، ده كده كيرف لوجاريتمك. مين فيهم بيجرو اسرع؟ لينير. اللينير بيجرو اسرع، صح كده؟ ماشي يا شباب. طيب، فلو انا عندي حاجه بتجرو بشكل لوجاريتمك دي حاجه احسن. كويس، نرجع هنا تاني مرة تانية. الهدف من التيبل الظريفة دي هي ان احنا نعرف ان احنا عندنا انواع مختلفة من data structures. ليه بختار الانواع المختلفة دول؟ علشان كل واحدة من دول بمثل فيها الداتا، بحيث ان انا اعرف اعمل عليها certain operations بشكل more efficient. كويس؟ طيب، انا بقارن ما بين data structures، او انا بفكر في data structure معينة بفكر فيها على اساس ايه؟ بفكر في ايه فيها؟ بفكر في time complexity للاوبريشنز اللي انا هعملها على الداتا اللي موجوده عندي، بفكر في السبيس اللي الداتا ستراكشر دي بتاخده. تمام كده؟ تمام. خليني اقول في كده مثال مشهور، هو الراجل ده بيقول نفس الكلام، بتكلم على الاوبريشنز،
هي الحاجات اللي هعملها، وبتكلم على الكومبلكسيتي بتاعه الدي ستراكشرز. وهنا بيقول دايما الهاش تيبلز والليس يعني دول احسن داتا ستراكشرز ممكن احنا نشتغل عليهم. في اكزامبل تاني مشهور يعني هيفهمكم اهميه الداتا ستراكشرز بشكل كبير قوي، هو الاكزامبل بتاع الدولاب بتاعكم. كويس، الدولاب بتاعكم انت شباب، في ناس يعني ايه هدومها مثلا بتاخدها وتروح رمياها جوه، هدومها دي عندها مجموعه من الايتمز، تروح رمياها كل ما يبقى عندها هدوم تروح رمياها جوه الدولاب، كل ما يكون عندها هدوم تروح رمياها جوه الدولاب، كل ما يكون عندها هدوم تروح رمياها جوه الدولاب. هتكون الداتا دي الهدوم دي موجوده، هي موجوده ومتخزنه. كويس، وممكن كمان ده انت مش انت ممكن تحشرها. كويس، وممكن تاخد سبيس اقل وانت بتخزن الهدوم اللي موجوده عندك دي وانت حشرها كده فوق بعضها. بس السؤال بقى لما تيجي تعمل سيرش على الشراب بتاع حضرتك، كويس، عشان تلاقيه، عشان تلاقي الفردتين مع بعض، كويس، ايه اللي هيحصل؟ هتاخد وقت طويل علشان تلاقي الايتم ده، صح؟ تاخد وقت طويل، السيرش صعب لان الداتا محطوطه كانت بشكل راندم مش بشكل منظم. كويس، انما في ناس تانية بتاخد الهدوم بتاعتها وتروح عامله ايه، تاخد الهدوم وتروح حطاها منظمه، حاطه كل شراب مع شراب التاني، حاطه في مكان، حاطه مش عارف تيشرتات فين، حاطه البناطيل مش عارف فين، كل واحد كل حاجه محطوطه بشكل منظم. كويس، صحيح انه هو اصلا بينسرت وهو بيحط الحاجه في الاول ممكن تكون اخذت مجهود اكتر شويه، تنظيم الداتا وترتيبها جوه الدولاب اخذ مجهود اكتر شويه، تفكير اكتر شويه عشان ينظمها، انما في وقت السيرش بيعمل ايه؟ اوردر اوف وان، على طول بيروح الحاجه اللي هو عايزها ويروح ملاقيها على طول. كويس، يا سلام بقى كمان لو هو مثلا فكروا في اثنين شخصين مختلفين، واحد بياخد مقسم الهدوم بتاعته لكيجوريز، ومثلا ايه مقسم كاتيجوري البناطيل دي ان هي على بعضها، هو في الاخر في مكان كده في الدولاب اسمه بناطيل، يحط البناطيل تك 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 تك، اي بنطلون بيجيله بيحطه. عشان يعمل سيرش بيعمل ايه؟ لازم يبص على البناطيل واحد ورا التاني علشان يلاقي البنطلون بتاعه. كويس، انما لو في حد تاني لما بيجيله لما بتجيله البناطيل يروح هو حاطط البناطيل من الاول خالص، مثلا بترتبها بالالوان مثلا، كويس، او من الفاتح للغامق او بطريقه ما. كويس، فلما يجي سيرش المره اللي بعديها علشان يطلع البنطلون بتاعه ايه اللي بيحصل؟ بيعرف يجيبه مره تانية بشكل اسرع. كويس، دي مثلا ده اكزامبل لازاي ترتيب الداتا ممكن يسهل في الاوبريشن اللي على الداتا اللي بتحصل بعد كده. كويس، صحيح ان انت ممكن الطريقه الاولانيه اللي هي المكعبله دي تاخد سبيس اقل، بس الاوبريشنز اللي هتعملها بعد كده على الداتا هتاخد وقت اطول. كويس، طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه تعالوا نتكلم على مكتبه. كويس، لو انت عندك مكتبه، انت تخيل انت كده رحت داخل مكتبه وعايز انك تعير كتاب. كويس، في حد فيكم دخل مكاتب يا شباب؟ انا عارف الجيل دلوقتي الناس بتروح مكاتب قليل جدا. حد دخل مكتبه؟ كليه. طب حلو. طيب ففي المكتبه انت علشان تروح تدور على كتاب بتعمل ايه؟ تخيل كده، تخيل لو الداتا ما كانتش، او لو الكتب ما كانتش مترتبه، ان مثلا احنا حاطين كتب البروجرامينج في سكشن، وجوه البروجرامينج ده احنا كنا مقسمين الايتمز السي شارب لوحدها والسي لوحدها والسي بلس بلس لوحدها ودي ستراكشرز لوحدها وهكذا، كنا رامين الكتب كده وحاطينها بشكل افيشنت جدا، حاطينهم كلهم فوق بعض ومحطوطين كده فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض، واخدين سبيس اقل قوي من السبيس لو انت كنت اللي هو الموجود الحالي بتاع المكتبات بتاعتنا. كويس، فهم محطوطين واخدين سبيس اقل، بس ايه رايك لو انت عايز تاكسس سيرتن بوك، عايز تدور على كتاب وتجيبه، هتعرف تجيبه؟ هياخد وقت طويل جدا، انت هتضطر انك، لان هما مش سورتد ولا منظمين ولا اي حاجه خالص، فانت هتضطر انك تبص على كل كتب عشان في الاخر في مره من المرات هتلاقي الكتاب اللي انت بتدور عليه. كويس، فهي الداتا اللي هي الكتب بتاعتنا ممكن تتخزن صحيح بشكل افيشنت، تاخد ستورج اقل قوي،
بس في النهايه كاكسسبيليتي انا مش عارف اكسس الداتا. اون ذا اذر هاند لو انا دلوقتي كنت بفكر وانا برص المكتبه بتاعتي ان هيجي يوم واعمل سيرش على كتاب، وبالتالي فانا برتبهم من الاول على الاساس ده، انا برتبهم على اساس ان اعمل حسابك ان هم يكونوا مترتبين ان الناس لما تيجي تسيرش تعرف تجيب الكتاب بشكل ايه، بشكل سريع قوي. تمام، دول يعني تو اكزامبلز بيوضحوا قوي الداتا ستراكشرز. لو الواحد استخدم داتا ستراكشر مظبوطه ونظم الداتا من الاول هتفيده ازاي في الاوبريشنز اللي بعد كده. تمام، طيب انا اول حاجه يعني اعتذر على التكنيكال بروبلمز اللي حصلت في الاول، انا مش عايز بس اطول عليكم عشان الساعه بقت 12. اعتذر على التكنيكال بروبلمز اللي حصلت في الاول، احنا خلاص كده ظبطنا السيتنج بتاعنا. اوبا اوكي، هو كان بيحصل ريكوردينج يعني. تمام، اول حاجه. الحاجه الثانيه ان شاء الله من اول المحاضره الجايه هعمل لكم كويز كل محاضره، كويس يعني كل في اخر كل محاضره هعمل لكم كويز بتقول كده، هبعتها للمندوب بتاعكم عمر. احنا يعني دي بروكترينج تول، بروكترينج تول معناها ان هي بتراقب الطلبه وقت الكويز، كويس. وبعدين هبعت لكم ابلكيشن تاني بياخد اتندنس خلال المحاضره، يعني يتاكد الناس قاعده وموجوده ومركزه معانا وكده، بحيث ان انا يعني اضمن على الاقل ان كل طالب منكم حاضر 60% من المحاضرات اللي احنا بنعملها اونلاين. تمام، فطبعا هدف الكويزز في الاخر ان احنا دلوقتي مش شايفين بعض، فمهم جدا ان احنا على الاقل اكون ضامن ان الكلام اللي بيتقال الناس مركزه فيه، وعلى اخر المحاضره الكويز بيكون على الحاجه اللي احنا اخذناها في المحاضره النهارده، كويس. وعلى اخر المحاضره الناس بتكون فاهمه اللي اتقال، مش بتبقى حاجات معقده خالص يعني، مش بنعمل حاجه معقده، بس على الاقل الناس تكون فاهمه الكلام اللي احنا قلناه واستوعبته. خلاص، المحاضره الجايه كمان ان شاء الله احنا هجيب حد من الشباب اللي شغالين معايا ماجستير، وهيديكوا سيشن عن استخدام جيت هاب وجيت لاب، فازاي ان احنا نعمل بروجكت، لان الحاجات دي مستخدمه في الاندستري بشكل ضخم جدا، وكويس قوي لو انتوا صغيرين في سنه ثانيه لسه تبداوا تستخدموها في البروجكت بتاعكم، فازاي تنظم البروجكت بتاعك، سوفت وير بروجكت بتاعك، ازاي انك لو انتوا اكتر من حد بيكولابوريت في البروجكت ده كل واحد يعرف ان هو يكونتريبيوت بشكل مظبوط من غير ما يحصل مشاكل، ازاي لو في ايشوز معينه تعرف تريبورت الايشوز دي بحيث الناس كلها تبقى شايفه ايه الايشوز، لو في باجز تعرف تريبورت الباجز، لو عايز تاد اكسترا او لو عايزين في المستقبل تحطوا سام فيتشرز ازاي تحطوا الفيتشرز دي بشكل منظم، علشان لما تيجوا تعملوا مشاريع والمشاريع دي تكبر تبقى الدنيا دايما منظمه معاكم ان شاء الله. تمام، المحاضره طبعا كان السكوب بتاعها اكبر من كده شويه بس الوقت بقى خلص. اتفضل. بس انا عايز اعرف هنذاكر ازاي يعني في الماده ديت، يعني لو مفيش سلايدز هنذاكر ازاي يعني من كتاب مثلا من مرجع؟ انا هبعت لكم دايما اللينكس، كويس، اللي احنا بنشرحه يا شباب الداتا ستراكشرز من الحاجات اللي ليها ريسورسز كبيره جدا 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 على الانترنت، كويس. فانا كل مره هبعت لكم اللينكس. اتفضل. هو لو ممكن طلب بس يعني مفيش مشكله حضرتك تشرح بالطريقه دي، بس تبعت لنا سلايدز حتى لو من دفعات قديمه نذاكر منها يعني، عشان كده هيبقى الموضوع خلاص. ماشي طيب، خلاص نعمل كده يعني حضرتك تشرح بالطريقه دي. طيب كويسه، ما فيهاش مشكله ولا حاجه، بس يبقى معانا السلايدز بس نريفر ليها لو في مشكله، نبقى منظمه بس تمام. يعني حاجه على بعضها نذاكر منها. خلاص تمام. هو انت لو مركزين وعد، بصوا وعد والله، لو انتوا قاعدين مركزين معايا في المحاضره هتفهموا كويس قوي ان شاء الله يعني. ماشي، لو برضه انت ممكن تقول لنا المعادله اللي هنمشي عليها في الكورس. انا مش سامع، معلش قول تاني. ممكن برضه تقول لنا المعادله اللي هنمشي عليها في الكورس ده؟ ال 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 ايه المواضيع؟ المعدل موضوعات الكورس. يعني الكونتنت احنا اللي احنا هنمشي عليه هي فين اللي احنا هنبدا بيه ان شاء الله المحاضره الجايه هي اللينكد ليستس، كويس. وبعدين هنتكلم على الدبلي لينكد ليستس، وبعدين هنتكلم على الهاش تيبلز، وهنتكلم على الباينري سيرش تريز، وهنتكلم على البي تريز، وهنتكلم على الستاكس، وهنتكلم على كيوز، كويس. ده متوقع ان الكلام ده ان شاء الله يعني يخلص في ما بين
ست او سبع محاضرات كمان بالاضافه للمحاضره دي. كويس، انتوا بس قلتوا لي انكم ما اخدتوش السيرش والسورت والحاجات دي بشكل عميق، فممكن انا اكستند شويه، ناخد شويه من الجزء بتاع يعني دكتور ابراهيم هيخلص وهيبقى في اصلا كان اكسترا ليكتشرز كده يعني، فممكن اخد شويه من دول ونتكلم على السيرش والسيرش والسورت بشكل اعمق فيهم ان شاء الله. هي الماده دي هي الماده دي ايه؟ هيكون فيها بروجكت يعني؟ الماده دي هيكون فيها بروجكت. اه انا معلش نسيت اكلمكم على الديتيلز دي، خليني ابعت الديتيلز دي كلها ان شاء الله لعمر ويشير معاكم الديتيلز بتاعه الكورس هيمشي ازاي ان شاء الله. ماشي. طب بعد اذنك يا دكتور بس بتسال على حاجه. اتفضل. هو حضرتك قلت ان احنا بعد كل محاضره هيبقى عندنا كويز، طب ما لو انا جاي في يوم مثلا والنت عندي كان وحش او انا اعتمدت ان المحاضره تتسجل فانا هتفرج عليها لما التسجيل ينزل، ايه الوضع في حاجه زي كده؟ ما انا عايز الناس تحضر 60% من المحاضرات، مش عايزها تحضر كل المحاضرات. كويس، فلو في مره ولا مرتين ولا حاجه ولا بتاع مش قصه كبيره يعني. يعني الكويزز مش الهدف منها هو ان احنا ندي درجات عاليه عليها او حاجه، الهدف الاساسي منها هو الاتندنس. ده من ناحيتكم انتوا طبعا، ويعني من ناحيتي انا عايز افهم اعرف الناس فهمت قد ايه يعني. دكتور سلمانش بالنسبه يعني الدكتور ابراهيم قمر ودكتور خالد هيدينا ايه بالظبط؟ دكتور ابراهيم قمر هيدينا اسامبلي. كويس، انتوا ما اخدتوش اسامبلي في الترم الاول بشكل كبير صح؟ او ما اخدتوش خالص ولا اخدتوا؟ خدنا فكره بسيطه عنه. كويس، دكتور ابراهيم المفروض المحاضرات بتاعته هتبقى اسامبلي. دكتور خالد فؤاد هيديكوا امبيدد سيستمز. انا مش عارف بصراحه الكورس بتاعه هيكون ايه بالظبط، بس ممكن اللي انا متخيله هيتكلم على الارتوس وكده، انا يعني فعلا ما اعرفش، ممكن اعرف منه والمحاضره الجايه اقول لكم ان شاء الله. شكرا جدا دكتور. بس الجزء عفوا الجزء بتاعي انا هو التركيز بتاعه على الداتا ستراكشرز وتنظيم الداتا يعني. طب بعد اذن حضرتك دكتور هنشتغل بلغه سي. ايوه احنا هنشتغل سي يا شباب، هنشتغل سي. هديكوا اكزامبلز سي واكزامبل سي بلس بلس، بس انا عايزكم تشتغلوا في الاساينمنتس تشتغلوا سي. كان في حد بيسال حاجه؟ كنت عايز اسال حضرتك كان في مرجع للماده ولا احنا هنشوف من على النت ريسورسز وخلاص كده؟ انا كل محاضره هبعت لكم ليها سام ريفرنسز. ماشي، هبعت لكم الحاجات اللي انا عايزكم تدرسوا منها او تبصوا عليها. كويس، شكرا. في برنامج معين كده في برنامج انت هتستخدم اي سي كومبايلر يعني؟ تمام ماشي. ده يعني في الاخر احنا مش هنستخدم حاجه فيري سبيسيفيك، هو في الاخر كل الكوماندز والبرامج اللي احنا هنعملها هتبقى ستاندرد سي يعني. تمام ماشي ماشي. لو عايزين تسالوا عن اي حاجه الايميل بتاعي هعمله اناونسمنت على البلاك بورد، الناس تبعت لي ايميل. وطبعا يعني المندوبين بتوعكم معاهم الواتساب بتاعي، لو في حاجه يبعتوا لي على طول. ماشي يا شباب، يلا نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد القادم. نبدا بقى ان شاء الله المره الجايه نبدا في الميعاد بالظبط، واكون خلاص دلوقتي انا عرفت كل التكنيكال ايشوز ونبدا ونخلص في ميعادنا ان شاء الله. ماشي يا شباب، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.